حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين، يقول قوله، قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: رازق بلا مؤنة. نعم، الله سبحانه وتعالى يرزق عباده، بل هو الرزاق ذو القوة المتين، لا رازق إلا الله، لا رازق إلا الله. فالله عز وجل يرزق عباده لكن بدون كلفة، بدون مشقة، بدون ثقل، بدون شدة. لا يظن أحد أن الله عز وجل عندما يرزق المليارات من عباده ومن مخلوقاته من الإنس والجن والحيوان إلى آخره، لا يلحق الله عز وجل من ذلك كلفة ولا شدة ولا ثقل ولا مؤنة. يعني بدون تشبيه حتى نفهم المسألة، مثلا الشيخ يوسف لو دعانا إلى بيته يريد أن يطعمنا، تمام، فلا شك أنه يعني سيتعب هو وأهله ويحضرون وإلى آخره، ونحن 10 أو 20 أو 30، تمام. فالله عز وجل يرزق جميع عباده ولا يلحقه بذلك أي مؤنة أي شدة. فالله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. نعم، أي يرزق الخلق بلا كسب ولا علاج. طبعا يوجد من الأفعال ما هو علاجي وغير علاجي. الفعل العلاجي يعني مثلا أنت تعلم، العلم فعل غير علاجي. الفعل العلاجي ما يحتاج إلى حركة، إذا أنت تحمل هذا، هذا اسمه فعل علاجي. أما أنت تعلم فهذا فعل غير علاجي. فأصلا الله عز وجل منزه عن الأفعال العلاجية، منزه أبدا. الله سبحانه وتعالى كما قلنا ليس ساكنا وليس متحركا وليس كل هذا، لا يليق بالله عز وجل، لأن هذا من صفات، نعم، الأجسام. نعم، أي يرزق الله سبحانه وتعالى الخلق بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب. نعم، الله عز وجل خلق أسبابا ولكن لا يحتاجها. فالله عز وجل يشبع الناس بالطعام، لكن الله قادر أن يشبعهم بدون طعام. الله ينبت النبات بالماء وينزل الماء من السحاب، وخلق ملائكة تسوق السحاب، لكن هذه كلها أسباب لا يحتاجها الله عز وجل أبدا بلا أسباب. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرتب هذا الكون على أسباب ومسببات ولا يسأل عما يفعل. نعم، الله عز وجل مثلا وضع لنا ملائكة تحفظنا وملائكة تكتب علينا أعمالنا، لكن هل الله يحتاج لذلك؟ لا. يعني لو ما كتبت الملائكة الله لا يعلم؟ يعلم. ولذلك لما سأل
فرعون سأل موسى قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. قال علمها عند ربي في كتاب. فكأن لو إنسان سمع هذا الكلام، الله عنده كتاب حفظ فيه هذا العلم، فربما يقول الإنسان لماذا الله يكتب، لماذا يحفظ لا يكتب، استغفر الله، يعني يكتب، لماذا يضع علمه في كتب؟ هل ينسى؟ نحن نكتب ونضع كلامنا وعلمنا في كتب لأننا ننسى، لو لا نحفظ هذا تمام ننسى. فالله عز وجل أجاب قبل أن نسأل، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لماذا أجاب لماذا هذا الكلام؟ قال هذا سؤال جواب سؤال مقدر. لما قال علمها عند ربي في كتاب، في كتاب، الله يحتاج إلى كتاب؟ لا يحتاج، ولكن هكذا رتب الله عز وجل هذا العالم على أسباب ومسببات. فالله سبحانه وتعالى يرزق خلقا، يوجد أسباب لكن لا يحتاجها، فالله قادر أن يروينا بدون ماء وأن يشبعنا بدون طعام وهكذا. نعم، ولذلك قال ولا استعانة بسبب، لا يستعين الله بسبب، مثل نحن إذا أردنا أن نوجد شيئا أو أن نفعل شيئا نحتاج إلى آلة وإلى أدوات وإلى أعضاء وإلى غير ذلك. الله عز وجل يخلق متنزها سبحانه وتعالى عن الآلات والأدوات والأعضاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا استعانة بسبب، لأن جميع مراد الله سبحانه وتعالى يحصل بتكوينه. نعم، على ما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا يلحقه المؤنة والكلفة في ذلك، في الرزق يعني، لما ذلك ما لقدرته. طبعا سألني مرة أحد الإخوة، أحد الطلاب سألني إذا كان الله عز وجل لا تلحقه كلفة ولا مؤنة ولا مشقة في رزق العباد، فلماذا نجد أن بعض الناس يموتون من الجوع؟ أليس الله عز وجل هو الرزاق؟ فمثلا تجد أن كثيرا من الناس في بعض البلاد الفقيرة قد يموتون من الجوع، لا يجدون ولو أدنى شيء يأكلونه، وتمر الأيام ثم الأيام، نعم، ثم يموتون من الجوع أو من العطش، والله عز وجل هو الرزاق. والحقيقة، اسمع سيدي، هذا سؤال مهم. نعم، والأخ الذي سألني هذا السؤال يعني كان مستشكلا، طالما الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، طيب هذا الذي يموت خلقه الله لماذا ما رزقه؟ تمام، فقلت الله عز وجل خلق هذه الدنيا للابتلاءات والامتحانات، فلو الله عز وجل أوصل لكل إنسان رزقه ما بقي ابتلاء ولا امتحان، لكن الله عز وجل أعطى فلانا رزقا كثيرا
وجعل إنسانا فقيرا لا يجد رزقه، وكلف هذا الإنسان صاحب المال الكثير، قال له أطعم هذا. فإذا ما فعل هذا يموت. الله قادر أن يغنيه من فضله ولا شك، يموت هذا حتى يأسم هذا. هذا على مستوى الأفراد، وهذا على مستوى الدول والأمم. الله سيقول للأغنياء: أنتم في كل يوم كنتم تغيرون السيارات، وفي كل يوم تغيرون القصور، وتأكلون بملاعق من ذهب. هذا ليس خيالا إخواننا، هذا موجود. فالله عز وجل يقول: هذه الملعقة من الذهب التي تأكل بها كان يمكن أن تحيي بها عائلة كاملة ولمدة سنة كاملة. فالله عز وجل كان قادرا. وهذا الجواب جواب الكفار، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. نعم، الله قادر أن يطعم وأن يغني كل خلقه بدون حاجة لأحد، لكن الله ما خلق الدنيا إلا لماذا؟ للابتلاء والامتحان. وقس على هذا كل الأمور. الله جعل جاهلا، كان يمكن أن يعلمه، لكن أعطى العلم وقال لمن تعلم علم هذا، والقوة كذلك، وكل شيء كذلك. فإذا عندما نرى بعض الناس يموتون من الجوع، هذا بسبب تقصير. نعم، بل هنا هكذا تتم الحكمة الإلهية. بعض الناس يقول هذا مصادم للنصوص، كيف يموت الناس والله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق. هذه الآيات نعم لا شك، لكن الله عز وجل رتب الأمور على أسباب ومسببات من أجل الابتلاءات والامتحانات. أي. يعني هل من أجل ذلك الإسلام يرد نظام الشيوعي، يعني لا يقسم الملك بين الناس بتسوية بسوية، يعني نعم يكون رجل غني ويكون رجل آخر فقير، الإسلام يسمح يعني هذا؟ لا شك. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل جعل طريقة، ولكن طريقة اختيارية وليس إجبارية. فمثلا النظام الشيوعي الذي يقول يجب أن يأكل جميع الناس طعاما واحدا، وأن يلبسوا لباسا واحدا، وأن يأخذوا أجرة واحدة من رئيس الجمهورية إلى أقل واحد، هذا يقتل الدول. أليس هذا مقترب من العدالة؟ أبدا، هذا هو الظلم بعينه. انتبهوا، إذا فهمنا يزول العجب. لو علم الإنسان أنه مهما عمل، إن فكر أو ما فكر أو عمل أو اجتهد أو ما اجتهد، نصيبه مثل نصيب غيره. هذا يؤدي أن أحدا لا يجتهد وأن أحدا لا يفكر. لماذا الناس يجتهدون ويحبون أن يكونوا أعلى من غيرهم؟ لهم مطامع، كل إنسان هذه فطرة. فأنت مثلا تريد أن تجتهد، أن تفعل ليكون لك قيمة أكثر من غيرك،
وليكون معاشك أعلى من غيرك. سيدي هذا الإسلام، نعم العمل يجب أن يكون لوجه الله، ولكن أيضا لما علم الله عز وجل أن الإنسان يحتاج إلى حافز يحفزه إلى العمل فجعل هذا مباحا، بل في أعظم أمر من الأمور، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. شجع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال بالمال، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. الله أكبر، جهاد وموت واستشهاد ونتكلم بالمال؟ نعم نتكلم بالمال، لأن هذه فطرة إنسانية، وهذا مجمع عليه بين جميع العقلاء، بين جميع العقلاء في كل المدارس في بلاد الكفار وبلاد المسلمين، و دائما يحفزون الطلاب على الاجتهاد بالجوائز، يقولون اجتهد ولك كذا، اجتهد ولك كذا. في العالم كله يوجد جوائز للمتفوقين في المدارس، في العمل، في 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 أي شيء. تمام، هذه فطرة إنسانية. فلو كان مهما اجتهد الإنسان له نصيب واحد لا أحد يجتهد. شيخنا، لو أنت مثلا الذي يعمل 10 ساعات والذي يعمل 6 ساعات والذي يعمل عملا شاقا وعملا سهلا والذي يحتاج أن يبقى مع الاجتهاد والدراسة والمخابر والبحث والتدقيق، مثله مثل الذي يعني عفوا يكنس الأرض، لا أحد يفكر أن يجتهد. فالإسلام ما عنده الصحابة الكرام، كان بعضهم الأثرياء والأغنياء جدا وبعضهم الفقراء. نعم يطلب من الأغنياء أن يكفوا فقراءهم، أما بعد ذلك لا يطلب. أصلا لو أنت غني، لو كنت غنيا وأبوك فقير، لا يطلب منك أن تتقاسم أموالك مع أبيك، يطلب أن تنفق عليه فقط. إن شاء الله تكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنت ومالك لأبيك، جاء رجل في زمان سيدنا أبي بكر، جاء الابن هذه المرة قال إن أبي يجتاح مالي، يريد كل المال. فنادى للأب قال لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فأنا أريد أن كل ماله. قال إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، النفقة. فسيدي نحن لو طبقنا هذا النظام الشيوعي الذي يسمونه اشتراكية، طبعا وهم كاذبون، كاذبون، هم يكذبون على الشعب، على الناس، يقولون اشتراكية. نحن في بلادنا كانوا يطبقون الاشتراكية على الناس، أما هم كل واحد عنده المليارات، المليارات. فهذه أمور. والشيوعية يعني هي يعني أسوأ من ذلك. شيوعية حتى النساء، الإنسان شريك في كل النساء وأكثر من ذلك. المهم الإسلام لا يقول ذلك فضل، يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكن غني. بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام شجع على
القوة والغنى. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم. فالآن ما هي القوة؟ هل القوة فقط بالعضلات؟ لا، القوة بالعلم والقوة بالجسم والقوة بالمال. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى؟ اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ. وهذا كله تشجيع. الإسلام لا يقدس الفقر أبدا، ولا الإسلام يقدس الزهد وليس الفقر. الفقر الفخري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر الفخري. هذا الحديث ما يعنى منه؟ طيب، حتى أكمل الفكرة إذا سمحت. الإسلام لا يقدس الفقر، بالعكس. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وقال: لو كان الفقر رجلا لكان رجل سوء. أعوذ بالله. الإسلام يدعو الناس للخروج من الفقر. الإسلام يدعو إلى الزهد. لو كان الفقر يعني خيرا لكان كل الأنبياء، ولو كان الغنى شرا لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لكن انظر، مع الغنى يوجد زهد. لما شغلته خيوله وجياده عن صلاة كانت أحب شيء إليه، قطعها ووزعها للفقراء، أطعمها للفقراء، لأنها شغلته عن الله. فكن غنيا، لكن لا تقصر في حق الله في هذا المال، ولا تنشغل به أبدا. إخواننا، من فهم أن الإسلام يعظم الفقر؟ لا، لكن نعم، جاءت أحاديث تبين أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة عام. هذا ليس لتعظيم، هذا لتصبيرهم ومن أجل أن يرضوا بقضاء الله عز وجل، من أجل أن يرضوا بقضاء الله عز وجل، لأن هذا ابتلاء. مثل إنسان يموت ولده فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصبره، يقول: من ابتلي بحبيبه فصبر ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ليس يعني الله يدعو لأن يموت أولاد الناس، لكن هذا ابتلاء. فإذا ابتلي الإنسان بالفقر وإذا ابتلي بالمصائب والابتلاء يجب أن يصبر، هذا المقصود. لا يعقل أبدا، بالعكس، الإسلام حارب الفقر، حارب الفقر. لكن هذا لا يعني أن الله جعل فقراء، لا يعني أن الله لم يجعل فقراء وأغنياء. جعل هذا أولا ابتلاء ليبتلي الغني بالفقير، والعالم بالجاهل، والقوي بالضعيف، وليمتحن الناس كما قلنا، وليعلم الناس كيف يخرجون من فقرهم. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب ما كان يوزع الصدقات كما نعطي نحن الآن. مثلا إذا عندنا الفقير مرة واحدة زكاة تعطيه، افتح له دكان، أغنه حتى في السنة القادمة يزيد من يدفع الزكاة واحدا وينقص من يأخذ الزكاة واحدا، وهكذا.
فالإسلام ما عظم الفقر أبدا. اقرأوا إن شئتم. الإسلام جاء ليحارب الفقر إخواننا، ولكن يوجد فقراء ويوجد من لا يجد طعاما، هذا ليجازي الله عز وجل الأغنياء. يوجد مستضعفون في الأرض ليجازي الله الأقوياء، وهكذا. وإلا عندما ترى أنت الآن في العالم تجد أناس مستضعفين، تجد أناسا لا يجد من ينصرهم، الله أليس قادرا على نصرهم؟ أليس قادرا؟ لا شك. ولكن هذا ابتلاء. ولذلك جاء حديث لعله ضعيف لكن وارد هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يسع فقراءهم، وإن ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله ليحاسبنهم حسابا شديدا وليعذبنهم عذابا أليما. هذه حكمة الله في خلق هذا الكون. تمام؟ طيب، هذا إذن الجواب عن هذا السؤال الذي قد يخطر بالبال: إذا كان الله عز وجل رزاقا، لماذا يوجد بعض الفقراء في الدنيا أو بعض من يموت من الجوع؟ نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: مميت بلا مخافة. الله مميت بلا مخافة، وهذه الكلمة تعني معنيين. المعنى الأول أن الله لم يخلق الناس ليستأنس بهم. مولانا، الله ما خلق الخلق ليستأنس بهم. أنت إذا كنت تعيش وحدك في الغابة تخاف، فلو يكون معك إنسان هذا أحسن لك لأنك أنت تخاف. فالله عز وجل ما خلق هذا الخلق ليستأنس به أو لأنه يعني وحده يستوحش أو كذا، أعوذ بالله من هذا الكلام. فالله أصلا كان ولا شيء معه، وهو الآن كما كان. فلو أمات جميع الخلق لا يخاف، هذا معنى. نعم. المعنى الثاني أن الله عز وجل لو أمات من أمات لا يخاف من نقمته أو نقمة أهله أو عشيرته أو كذا. أحيانا الدولة أي دولة قوية لكن تخاف أن تقتل إنسانا، يكون عنده عشيرة قوية أو كذا، يقولون لو قتلناه ممكن يفعلون فتنة أو كذا. فهل الله عز وجل لو قتل فرعون أو لو قتل من يملك من الجيوش العظيمة، هل الله عز وجل يخاف من ردة الفعل؟ حاشا. إذن هذان المعنيان: المعنى الأول أنه الله أصلا واحد سبحانه وتعالى، فلو ما بقي أحد لا يستوحش. والأمر الثاني أنه لو قتل جميع الخلق لا يوجد من يوصل الضرر إلى الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. نعم. لذلك قال: أي يميت الخلائق ولا يلحقه بذلك خوف ووحشة، فإن وجودهم وعدمهم بالنسبة إليه سواء. لا كما قلت بمعنيين
الذي قلته. نعم. والله قال، لما قال الله عز وجل فدمدم عليهم ربك بذنبهم فسواها، قتلهم جميعا مع أنهم كانوا أقوياء، ثمود أقوياء، ولا يخاف عقباها جل جلاله. فإن وجودهم وعدمهم بالنسبة إليه سواء. لو الله عز وجل أفنى كل الخلق كما قلنا أصلا كان الله ولا شيء معه، إذ هو العزيز القهار والمتفرد بالدوام والبقاء. نعم، الله عز وجل متفرد بالدوام والبقاء لكن الذاتي، أما غيره كما عقيدتنا نحن سيدوم ويبقى، مثل أهل الجنة وأهل النار. نحن عقيدتنا أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن أهل الجنة وأهل النار يدومون على الدوام والبقاء، تمام؟ ولكن نحن والجنة والنار وأهل نبقى بإبقاء الله. فإذا هو الله المتفرد بالدوام والبقاء، لا يفهم منه أن غيره لن يدوم. نحن عقيدتنا الدوام، يوجد دوام، لكن هذا الدوام والبقاء بإبقاء الله ليس ذاتيا. أما الله عز وجل بقاؤه ذاتي ليس بسبب، نحن بقاؤنا ودوامنا والجنة والنار بسبب. ما دامت السماوات والأرض إلا أن يشاء الله منا، يعني بإبقاء الله. يا سلام. عن السماوات يمكن أن نقول مثل الناس بالله تعالى مشترك في هذه البقاء، يعني لا 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 لا، بالاسم بالاسم فقط، مثل نحن الله موجود ونحن موجودون الآن، نحن موجودون والله موجود، فهل وجودنا نحن وجودنا ووجودنا بإيجاد الله لنا؟ وجود الله لا أول له ولا آخر له، وليس كمثل وجودنا، وليس بسبب بل هو ذاتي. نعم، فلا نقول نحن والله، لا يوجد أي اشتراك في أي شيء، قل بالأسماء فقط، قل بالأسماء فقط. نعم، في الجنة الناس يعني أهل الجنة يدومون حتى إلى ما لا نهاية، ولكن أحيانا يخطر ببال الإنسان، الإنسان مثلا في الدنيا إذا حصل أكبر نعمة بمت قليلا يمل منه. يمل، لا يمل من نعم الجنة يعني. أحسن، الجنة ندخل إن شاء الله إن شاء الله على جيد جيد. يعني أخونا يقول هل الإنسان لو حصلت له أكبر النعم، الإنسان ملول ملول، تمام؟ فلو دخل الإنسان إلى الجنة ورأى النعم، طيب بعد سنة سنتين ثلاث سنوات رأى كل شيء، رأى ملكه، يعني تزوج الحور العين وكذا، وأكل كل الطعام وجرب كل شيء، وأنت سيمل، تمام؟ الجواب جوابان. الجواب الأول أن هذه النفسية التي عندك وعندي وعند الناس أنه يمل، هذا بخلق الله، فالله عز وجل قادر أن يأخذ منك هذه الملل.
نعم. هذا بخلق الله، لأن الله عز وجل الآن الملائكة، اسمع، هل يذكرون الله؟ يملون؟ يفترون؟ لا يفترون. هل يشعرون بانزعاج من هذا أو بلذة؟ بلذة غامرة. أولا هذا، فإذا أضرب لك مثالا آخر، الآن الزوجة، زوجتك لو تزوجت واحدة عليها كيف تكون حالها؟ خسر بالخسر، نار. طيب كيف لو كان يجوز وتزوجت فوقها 70 امرأة، ماذا سيحصل لك؟ ها؟ سنسمع في المئذنة يعني وفاتك، ونتحضر للصلاة عليك، تمام؟ يوجد شك في هذا؟ طيب يوم في الجنة زوجتك هي زوجتك وعندك حور عين، وما عندها هذه المشكلة؟ قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا ما في صدورهم من غل. هذه الأشياء التي تزعجك في الدنيا يزيلها الله عز وجل. نعم 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 نعم. اصبر، ما انتهيت من الجواب على رأسي، تمام. إذن هذا أولا، فكما أزال الله الغل من الصدور يزيل منك الملل، بل الله قادر أن يسعدك بدون أي نعمة. بدون أي نعمة، بدون أي نعمة، يعني لو لا يوجد في الجنة لا طعام ولا شراب ولا نساء ولا، وهذا بخلق الله أن يسعدك إسعادا دائما بدون ملل بدون أي تمتع، انتهى البحث. ومع هذا نقول فوق هذا في الجنة لا تمل. لماذا؟ لأنه لا يوجد لحظة تعيشها كاللحظة الأخرى. تعرف مولانا، لو تأكل تفاحة في الجنة، كلما اسمع سيدي، كلما أكلت منها قضمة أو لقمة في الثانية تكون طعما آخر ولو من عين التفاحة. وقس ذلك على النساء، يعني لا يوجد متعة تشبه الأخرى، كل لحظة طعم. فمن أين يأتي الملل؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الناس يقولون، يسألون: هل الرجال، هل ينظرون النساء كيف النساء، يعني الرجال والنساء حرام، يعني لا يكون هناك غيرة لأجل الرجال؟ لو ينظر شخص من أين لماذا تأتي الغيرة هنا؟ هناك سؤال آخر سيدي، النساء يقولن: لماذا الله عز وجل يكرم؟ إيه فهمت السؤال، فهمت. لا تكمل، لا تكمل. فهمت السؤال. سئلت هذا السؤال في تركيا من قبل صيدلانية، يعني سألت هذا السؤال. إيه وجب الجواب. وجب الجواب. تمام. العلماء لهم في هذا جوابان. طبعا السؤال ما هو؟ كما أن للرجل كثير من النساء، هل للنساء كثير من الرجال بهذا المعنى؟ الجواب الضعيف، ضعيف، أن هذا يمكن، ولكن القرآن لم يذكر ذلك، لأن القرآن كتاب تربوي. ما معنى كتاب تربوي؟
من المناسب أنت تقول لابنك سأزوجك، أما ليس من المناسب أن تقول لبنتك سأزوجك. يعني مثلا أنت تقول لابنك اجتهد وكذا وسأزوجك، أما لا تقول لابنتك أنت إن اجتهدت سأزوجك، إن كذا إلى، يعني هذا شيء تربويا غير يعني غير وارد. تشجع الذكر على الزواج. البنت عندما تريد أن تزوجها فعلا، عندما تكلمها لا تستطيع أن تجيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، فهي تخجل من هذا الكلام. فكيف الآن في القرآن سيذكر لها دائما أنت وكذا، إن اللاتي آمنا وعملنا الصالحات لهم كذا لهن كذا وكذا؟ هذا الجواب الأول وهو ضعيف. الأمر الثاني أن في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفطرة المرأة أنها تكتفي برجل واحد، وهذا يكون بالنسبة لها أمتع وأعظم. نتكلم نحن عن المرأة الطبيعية، اترك النساء الشاذات. نعم، هي تريد أن يكون زوجها لها، طالما زوجها قوي وكذا إلى آخره لا تريد غير، هذه طبيعتها. يا سيدي يا شيخ يوسف، هم يسألوننا، والله أنا يعني ليس كثيرا أحب أن أتكلم في هذه الأمور. طيب، لك من قال لك أن في جنتك يوجد رجال غرباء؟ من قال لك أن في جنتك يوجد رجال غرباء؟ نعم، فإذا الجواب أحد جوابين، الأول كما قلنا، والثاني أن هي هذا. ثم من يظن سيدي، يعني يمكن يقول إذن هي تمل من الجنة أو كذا، من قال أن متعة الجنة محصورة في هذا الأمر؟ يمكن هذا الأمر يوم القيامة، مسألة الرجال والنساء، يكون أمرا ثانويا بالنسبة لما في الجنة من نعيم. قد يجعل الله عز وجل في الطعام أضعاف ما في هذه المسألة من لذة، وطبعا لذة اللذات رؤية الله عز وجل، هذه فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال، فينسون النعيم، لا يوجد نعيم. فإذا لا، يعني ما ينبغي أن نجعل من هذه مشكلة. تمام، ما لا يوجد مشكلة أصلا. إذا قال الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما تشتهي وتلذ الأعين، كل ما يشتهي. أنا أسألكم سؤالا، يعني بعض الناس قال لي كل ما يشتهي الإنسان يجد في الجنة، قلت له لا، أصلا هناك الله عز وجل يجعله يشتهي بما هو شهوة حقيقية ليس شذوذا، بدليل. هل ممكن هناك أن يشتهي الإنسان مثلا أن يكون إلها؟ هذا من المستحيلات، فأصلا هو لا يشتهي. تمام، أن يكون حيوانا. فإذا هنا الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الرجل والمرأة من يكرمه الله عز وجل بالجنة سيكون في الغاية القصوى من السرور الذي لا ما بعده سرور.
فإن كان ما يناسب المرأة أن يكون لها رجل واحد فسيكون لها رجل واحد، ولكن ستكون بنفس قوة السعادة للرجل الذي عنده 100 من الحور العين، لا ينقص أبدا، والأمر بيد الله. فنحن ننظر إلى الخالق لا إلى السبب. الله قادر الآن شيخنا، انظر الآن في الدنيا يوجد بعض الفقراء عندهم سعادة وسرور يأتيهم من الرزق ما يكفيهم فقط، ويوجد أغنياء عندهم المليارات والله لا يشعرون بالسعادة دقيقة في اليوم، بالعكس أموالهم أشقتهم. مثل أنا عندي كم ليرة، دائما أنظر ارتفع الدولار انخفض الدولار، والله لما ما كان معي كم ليرة ما كنت ما أفكر فيه، إن ارتفع انخفض ننزعج دائما، وكلها كم ليرة، لا عندنا ملايين ولا عندنا كذا. فإذا السعادة والشقاء ليس بالسبب، بيد الله، هذا هوزان أظن عنده يأتي معاشه فقط ينفقه في يوم 30 في الشهر يكون نعم يعني العداد قد صفر تمام مسرور. دائما تجد الحمد لله زاده الله سرورا وبهجة، دائما تجد الابتسامة في وجهه. نحن سيأتينا أمراض معنا 10 ليرات ارتفع الدولار إن أصبحت الآن 9 ليرات أصبحت الآن يا شيخنا، فالأمر بيد الله. هذا الطمع سيدي؟ طمع، كيف نترك؟ والله هذا يحتاج إلى سكينة من الله عز وجل. يعني والله يا شيخ يوسف لو أنت ما معك ولا ليرة ارتفع الدولار انخفض ما في مشكلة، أما إذا معك مثلا 50,000 ليرة كل يوم يرتفع ينزل طبيعي. أنت والشيخ فاروق حتى ليس أنا وأنت فقط، مع أنه من الأولياء الشيخ فاروق، لكن هذا 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 طبيعي في الإنسان. فالإسعاد والإشقاء بيد الله. فقل للنساء لا تنشغلي بهذا، والله ستكونين أنت اتقي الله وأدخل الجنة بفضل الله ورحمته، وستكونين في أعلى درجات السرور، والله قادر على ذلك بسبب وبدون سبب. هل يمنع أن يكون لها يعني من الأزواج لا نسميهم الحور أو هكذا في الجنة إذا كان الأصل يعني ما تشتهي الأنفس وتنزل الأعين كما قلت لك، إذا كان هذا من يناسب فطرتها سيكون لها، لكن ما عليه العلماء أنها تكتفي بشخص واحد، هذا ما عليه العلماء. ثم المرأة التي تموت ولا زوج لها أو زوجها كافر، فكما جاء في الأحاديث الله يزوجها برجل من أهل الدنيا، لا يوجد للمرأة يعني رجل أو مثل الحور العين ما يقابله من أبدا، هذا يدل عليه يعني ما ورد في الأحاديث الله يزوجها برجل من أهل الدنيا. إذا ماتت لا زوج لها أو تزوجت وكان زوجها كافرا وهي مسلمة وكذا أو لم تتزوج أصلا. نعم، أكثر السؤال في امرأة تزوج من أكثر من رجل في الدنيا تكون مع أحسنهم خلقا. لو امرأة تزوجت أكثر من رجل مع هي زوجتك في الدنيا زوجتك في الآخرة إن كانت مؤمنة، لكن هذه المرأة تزوجت أكثر من رجل، جاء في الحديث أنها تكون مع أحسنهم خلقا. لا 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 ليس له علاقة،
لأن هذا نتبع النص نحن. وفيما أذكر الآن أنه أن النص جاء أنها تكون مع أحسنهم خلقا. فقط واحدة سيدي لا الإسلام لا واحدة فقط من الدنيا. كيف واحد من الدنيا؟ فقط الله يكرمنا واحدة من الدنيا من نساء الدنيا يعني في الجنة. واحد واحد ثلاثة أربعة. لأخذ كاتن تيب الدنيا الرجل معه النساء والأسنى. زوجاتك في الدنيا تكون زوجاتك في الآخرة، هذا لا يمتنع، تمام. أما في بالعكس، إذا هي لها أكثر من زوج في الدنيا يكون لها زوج واحد في الآخرة. ولكن نحن والله ليس هذا درسنا. تفضل. نحن هذا من أين جئنا إلى هذا الموضوع؟ نعم. خالدين فيها. إيه. هذه الشهوة التي استودعنا الله إياها في الدنيا هذه غير موجودة في الآخرة. فرغبات الدنيا ما نشتهي الآن هي للدنيا، هي مخلوقة للدنيا. لكن انتبه الآن، يعني الطعام والشراب وحب النساء وكذا ما نريده نحن في الآخرة، نقول هكذا أريد في الآخرة، هذا الفكر هو للدنيا. لا, لا 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 هذا في الدنيا وفي الآخرة، يعني ولكن تختلف الكيفيات وتختلف القوة وتختلف النوعيات. ففي الدنيا أنت تشتهي الطعام والشراب والنساء، وفي الآخرة كذلك. ولذلك الله عز وجل أصلا بيّن ماذا يوجد من النعيم: حور مقصورات في الخيام فيهما فاكهة ونخل ورمان ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني نصوص لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وما تدعون ما معك. إيه نفس الكلام. فشيخنا هذا الذي تميل إليه نفس الإنسان، لكن تختلف، هذا فقط يوجد تشابه في الأسماء. أما بالنسبة للجمال وللكمال اللذات هذا يختلف، أما هو هو. نفس الإنسان في الدنيا أمارة بالمعاصي، وفي الجنة نفس الناس مطمئنة راضية مرضية، يمكن أن يقول. يا سيدي نحن نتبع النصوص في هذا الأمر، لا تقتربوا من قول الفلاسفة. يعني الفلاسفة يميلون إلى أن المتع في الآخرة هي متع ليست مادية. انتبه اسمع، تعرف ماذا يقول الفلاسفة بالضبط؟ هم يقولون أولا الذي يحشر هو الأرواح فقط، لا تحشر الأجساد. فما هي الجنة وما هي النار للروح؟ لا يوجد جنة وطعام وشراب، لأن الروح لا تأكل ولا تشرب ولا تتمتع بالنساء. تعرف ماذا يقولون؟ يقولون التائب الذي في الدنيا ترك الشهوات تخرج روحه وهو زاهد في ماذا؟ في الشهوات. وعندما تخرج روحه ولأنه في الآخرة لا يوجد طعام وشراب ونساء، تكون روحه مرتاحة، لأنه أصلا من الدنيا دربها وعودها أن تترك الشهوات. فعندما يموت جنته جنة الروح ما هي؟ أنها غير متعلقة، وهناك لا يوجد طعام شراب إلى آخره، فيكون مستريحا، فهذه جنته. وأما العاصي انظر ناره ما هي؟ ناره أنه في الدنيا تعلق بالجسمانيات بالطعام والشراب والمتع، فعندما يموت تخرج روحه وتحشر روحه ولا يوجد في الآخرة جسمانيات، وهو متعلق بالجسمانيات، فتتعذب روحه لعدم وجود ما تعلقت به، فهذا هو عذابه. كيف
لا لا لاحظ سيدها، فإذا نحن لا نريد أن نجعل الأمور معنوية وليست مادية. الله عز وجل أخبرنا يوجد، يعني أنت تقول الآن في الآخرة خلاص تذهب الشهوات وتبقى النفس المطمئنة وهذه هي الجنة وهذه السعادة. لا، لماذا نترك النصوص؟ نزعنا ما في صدورهم من غل، ليس معنى أن نزعنا ما في صدورهم من ميل، بالعكس الله يوم القيامة يقوي فيك الميل. لا تمل، تأكل بدون نهاية، تفعل بدون نهاية، لا يوجد. يقوي الله عز وجل، بالعكس أخذ الشهوة من الإنسان، يعني شهوة الطعام والشراب وكذا، أخذه هذا يخالف النصوص، بالعكس طبعا. فلذلك نعم نزعنا ما في صدورهم من غل، كل غل ينغص عليك راحتك. يعني مثل أي غل؟ مثلا الزوجة، تمام، أنت الآن إذا نامت زوجتك إلى الظهر تنزعج، هناك لا تنزعج. أنت إذا ذهبت إلى امرأة أخرى في الجنة، هنا زوجتك تنزعج، هناك لا تنزعج. هذه الأشياء التي نزعنا ما في صور من غل، أخلاق الذميمة. نعم، ما يعني هذا هو ما يجعل الناس يتنافسون على الأمور. نعم. ماذا تقصد؟ هل تتغير الفطرة؟ يعني في الدنيا التلذذ يعني يفرق من الجنة، يشبه ولكن يفرق. لا شك، قلت لك التلذذ هو بالطعام والشراب وغير ذلك، وأعظم تلذذ هو برؤية الله عز وجل. أما هناك يزيد وله كيفيات أخرى الله يعلمها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسيأتي إن شاء الله، إذا الله أكرمنا بالكتاب كله سيأتي وسنفصله. نعم. ويوجد بعض الكتب إخواننا، رجل كتب 10 مجلدات فقط في الآخرة، مجلد كامل يمكن 500 صحيفة عن الجنة. فإذا أردتم أن نتكلم، لا يوجد شيء لن نتكلم عنه في المستقبل، تمام؟ نحن لا نعرف من أين جئنا. والله هذا الشيخ سنة سيدي سأل بقاؤنا في الجنة ببقاء الله، بإبقاء الله. نعم بإبقاء الله. نعم، فأنت قلت بالنسبة للخلود كنت تسأل. نعم. ماذا تسأل عن الخلود؟ خالدين فيها لا تأويل فيها، خالدين فيها. نعم، لا يوجد تأويل، لا يوجد تأويل، يعني أن الخلود بمعنى طول المدة، لا، الخلود بمعنى اللانهاية، بمعنى اللانهاية أبدا، بمعنى اللانهاية. سيد ابن تيمية، يعني ما دليله بفناء جهنم؟ ابن تيمية دليله بفناء جهنم ما دام إلا ما شاء الله من هذه الآية، وأيضا يعني رحمة الله. لا لا، هو لا يقول بفناء الجنة، فقط بالنار، فقط بالنار. أما بالجنة يقول بدوامها، فقط بالنار. أما الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار وأهلهما. نعم، فابن تيمية يقول هذا من باب هذه الآية، ومن باب آخر يعني من رحمة الله. نعم، يخالف النصوص، يخالف النصوص ولا شك، بل وإجماع الأمة ممن يعتد بإجماعهم. يعني أنا قرأت أنه النار
تغسل الذنوب جميعا، يعني وقت الانسان تفوت على النار تغسل الذنوب، فلا يبقى له ذنوب بعد مده طبعا الله اعلم، فيقولون لم تمحو ذنوبه نهائيا، لم يبقى له ذنوب. هذا الذي له ذنوب، اما الذي كفر واشرك لا يغسل ذنبه ابدا. ادم عليه السلام اكل من الطعام ممنوع فاخرج الله تعالى في الجنه من الجنه، يعني اذا كان دخلنا في الجنه نحن خالدين فيها ابدا، ولكن ادم عليه السلام دخل في الجنه وخرج منها الله تعالى من الجنه. اي يوجد اشكال؟ آدم عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة ما دخل فيها كدار جزاء، دخل آدم الجنة امتحانا، انتبهوا. أما نحن إن شاء الله أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، إذا دخلوا الجنة بعد الحساب دخولهم دخول جزاء، بمعنى هذه هدية الله، وهدية الله لا تسحب منهم. فهو أخونا يسأل يقول آدم عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وأخرج منها، فنحن ممكن أن ندخل الجنة وأن نخرج منها، فهذا قياس مع الفارق، لأن دخول آدم إلى الجنة كان دخول ابتلاء وامتحان، بل أدخله الله إليها ليخرجه منها. لماذا؟ ليبين له أن خروجك من الجنة بسبب فعلك. أما عندما يدخل المؤمنون الجنة يوم القيامة دخولهم إليها يكون دخول جزاء وإكرام وهدية من الله عز وجل، فالله لا يأخذ هديته أبدا. ممكن في الجنة ممنوع من الناس؟ ممنوع من الناس ما هو؟ يعني الله لا يريد أن يستفيد الناس هذا، ولكن الناس ممكن يدخل في هذا مثل آدم عليه السلام. ها ها ها. بعد الدخول الجنة. بعد الدخول لا يمكن. يعني السؤال هل يمكن الله عز وجل أن يجعل امتحان في الجنة بعد أن ندخل الجنة يوجد لنا شيئا ويقول لا تقربوا من هذا؟ إذا كان مما تشتهيه الأنفس لا يمكن، لا يمكن، يمكن أن يقع، لكن الله عز وجل أكرم منها، لأن دخول الجنة بعد ذلك ليس دخول انتبه، لأن في الجنة لا يوجد ما ينغصك أبدا، ما يزعجك. ولو حصلت على كل الجنة وبقيت ممنوعها، لو يوجد منديل، ها منديل هنا، والله يقول فقط لا تقرب هذا المنديل، أنت يعني الإنسان ستنغص عليه كل جنته، سيكون ماذا في هذا المنديل، سيبقى دائما عنده كل شيء يفكر في هذا المنديل، ماذا في هذا المنديل، كذا سيفكر فيه. فلذلك في الجنة بعد دخول الجنة لا يوجد ابتلاء، لا يوجد ابتلاء، ممكن عقلا طبعا ممكن عقلا، لكن النصوص تأبى ذلك، لأن الله عز وجل فيها ما تشتهي الأنفس، فأنت إذا يوجد شيء تشتهيه وممنوع منه هذا متناقض مع النص، لو يوجد شيء تشتهيه وأنت ممنوع منه هذا مناقض للنص، لا يوجد امتحان بعد ذلك. أحسن، يخطر بالبال هذا السؤال. سيدنا آدم أولا دخل الجنة ملائكة سيدنا. ها؟ سيدنا آدم. إيه. دخل الجنة أو الملائكة أولا؟ من كان ملائكة؟ ملائكة الجنة. إيه ملائكة. في الجنة؟ السجود لآدم كان في السماء. خارج الجنة، السجود كان خارج الجنة، بدليل بعد أن سجدوا له وقلنا يا آدم
اسكن أنت وزوجك الجنة. ظاهر النص هكذا أن السجود كان في السماء والملائكة لا يحتاجون إلى الجنة أصلا. إذا الجنة فيها طعام وشراب وكذا، الملائكة ليس هذا باعتبار وظائفهم أبدا وباعتبار خلقهم. إذا الجنة للتنعم للطعام والشراب والنساء وكذا، أبدا الملائكة لا يحتاجون إلى هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الملائكة في السماء لا يمنع أن يكون في الجنة ملائكة أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله. فالملائكة في السماء، والملائكة حافين من حول العرش، والملائكة حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم، وهكذا فالملائكة كثيرون. أما آدم دخل وحده بحسب الظاهر والنصوص. نعم، فالملائكة تحت الجنة وفوق الجنة. لماذا؟ لأن فيما نعلم الجنة أرضها فوق السماوات، والسماوات فيها ملائكة، والعرش فوق الجنة وفيه ملائكة حوله. فالملائكة أيضا حول يا شيخنا البيت المعمور في السماء يطوفون به كما يطوف الناس بالكعبة، في كل لحظة يطوف به 70,000 ملك لا يرجعون مرة أخرى. الله هو يموتون أم لا يموتون في الدنيا يتدبرون الأمر. هذا شيء آخر، هؤلاء آخرون يطوفون ولا يرجعون مرة أخرى، ليس لهم مكان يرجعون مرة أخرى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. بس في النفخة يموتون هل يعودون أم فقط طبعا يموتون ويرجعون، يموتون ويرجعون. الملائكة لا يرجعون؟ موت الملائكة لا يموتون، يموتون، لأن الله سيقول لمن الملك اليوم، لا يجيبه أحد إلا من شاء الله. يعني هذا مختلف فيه. أبو حنيفة يقول هؤلاء الحور العين، ويوجد تفسير آخر وهو لعله هو الأقرب. إلا من شاء الله. تعرف ما هو؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب هو النفخة الثانية يعني. الأولى، الثانية يقومون، الأولى النفخة الأولى عندما يموت كل شيء. نعم تمام. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الأولى. طيب الله يقول لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب نفسه، لله الواحد القهار. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية يقوم الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا السماوات أرض كواكب كل ما زال يعني. اصبر مولانا دقيقة حتى نجيب هذه المسألة. تعرف ماذا قال بعض العلماء في إلا من شاء الله؟ عندما ينفخ في الصور من الذي يسعق؟ الأحياء، والذين كانوا ماتوا من قبل لا يسعقون لأنهم أموات أصلا. فبعضهم يقول إلا من شاء الله يعني الأموات أصلا، وعند ذلك لا يبقى إشكال. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب من الذي لا يصعق؟ الذين هم أموات أصلا. هذا قول، ويوجد أقوال أخرى
أنهم الحور العين، أنهم كذا، أنهم الولدان، أنهم نعم. سيدي مثلا يوجد عذاب القبر، ولكن في القبر الإنسان لا يحاسب، الميزان أعماله لم يوضع بعد في الميزان، كيف يحاسب؟ على أي اعتبار يعذب في القبر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، مثلا رجل فاجر مات قبل 500 سنة، ورجل سيموت قبل أن يقوم الساعة، بساعة، كيف هو يعني يعادل عذابهما؟ هذا السؤال. السؤال الأول، الله عز وجل لا يحتاج لا إلى ميزان ولا إلى غير ذلك. يوم القيامة هذه وزن الأعمال وكذا، فالله بدون هذا، بدون الميزان وبدون، يعلم الله من يستحق العذاب ومن لا يستحق. لكن كما قلت لك، رتب الله عز وجل هذا الكون كله في دنياه وأخراه على أسباب ومسببات، تمام؟ فكما قلت لك يوجد ملكان يكتبان هنا، صح؟ لو لا يوجد ملكان الله يعلم، انتهى. فأنت تقول الآن الإنسان في قبره يعذب، تمام؟ ما وزن عمله؟ ما وزن عمله؟ من الذي يعذبه ويخلق العذاب له؟ الله، وهو يعلم ماذا يستحق في القبر ولو ما وزن وضع. هذا الميزان لا ليظهر لله، الميزان يا سيدي ليس ليظهر شيء كان خفيا عن الله. إن الله سريع الحساب، تمام؟ فالله عز وجل قبل الميزان وبعد الميزان، ولا يمر أصلا على الله قبل وبعد، هذه أمور اعتبارية، تمام؟ فالله عز وجل بالنسبة إليه قبل الميزان وبعد الميزان شيء واحد. الله يعلم قبل الميزان، في الأزل الله يعلم. دقيقة حتى أكمل هذه الفكرة وأجيبك عن سؤاليك ونختم الدرس بعد هذا حتى لا تتعبوا أكثر من هذا. والله لا نتعب، الله يحفظكم. فإذا سؤالك لا يوجد فيه مشكلة، لماذا؟ لأن الميزان هو ليظهر عدل الله عز وجل وفضل الله. لأن كيف يظهر فضل الله؟ ينظر المؤمن في الميزان يجد أن سيئاته كثيرة وأن حسناته قليلة، ثم يرحمه الله ظهر فضل الله، تمام؟ لو الله أدخلك الجنة بدون أن ترى سيئات، تظن أن الله لا فضل له عليك؟ الميزان للإنسان نفسه ليس الله، يظن طبعا. أحسنت. فلذلك في قبل الميزان في الإنسان يعذب في قبره، لأن الله يعلم ماذا يستحق هذا الإنسان قبل الميزان، انتهى هذا الإشكال. بل الله هو الذي يخلق العذاب وبمقدار. ها بقي السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول أخونا، إنسان فاجر كافر مات في زمان موسى، منذ 4,000-5,000 سنة مات ويعذب في قبره إلى يوم القيامة، وإنسان سيموت قبل يوم القيامة بساعة، يعذب، سيعذب ساعة، هذا كافر عذب 5,000 سنة وهذا عذب ساعة واحدة، وهذا كافر وهذا كافر، ما هو الجواب؟ يا إخواننا، جاءت نصوص تدل على أن في البرزخ أو في ما يشابه النوم الزمن غير معتبر، فيمكن إنسان في 5,000 سنة
يشعر أنه عذب 5000 سنة وفي ساعة يشعر أنه عذب 5000 سنة أيضا. وسأعطيكم الأدلة. أهل الكهف كم لبثوا؟ ما كان جوابهم؟ قالوا لبثنا يوما. اسمع، عزير كم لبث؟ 100. ماذا قال؟ قال كم لبثت؟ نفس الجواب؟ نفس الجواب. أهل الكهف كم ناموا؟ 309. هو كم نام؟ كم مات؟ 100 سنة. الجواب واحد، يوما أو بعض يوم. وكل الكفار يقولون، لا 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 لا، ماذا يقولون؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا. نفس الجواب الكل. كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. الجواب واحد. اسمع الآن يا شيخ يوسف، أنت نمت بعد العشاء، ها؟ لو قمت بعد ساعة تنظر في الساعة، هل طلع الفجر؟ ثم تجد أنك نمت نصف ساعة فقط، فلا تشعر أنت في. فهذه الأمور، إشعار المعذبين بالعذاب الله عز وجل. أنت أحيانا اسمع ترى في الرؤيا، طبعا هذا تقريب والله أعلم بحقيقة الأمور يا شيخ مهند، أنت أحيانا في النوم ترى رؤيا كأنك 10 سنوات تعيش في الرؤيا كذا، ويكون الأمر عبارة عن ثواني، عن ثوان، صح؟ هذا أشياء تقريبية لنا. فالله عز وجل قادر بلا أدنى شك على تحقيق العدالة، والعبرة بما يشعر هذا المعذب أو المنعم. فالله قادر أن يشعره ولو مات قبل القيامة بساعة أنه أخذ كامل جزائه، ولو قبل 5000 سنة أبدا. هذه نصوص في القرآن، هذه نصوص تدلك على هذا المعنى، تدلك على هذا المعنى. يلا قل. سيدي إيه تفضل. مثلا الإنسان في القبر، في القبر منعم، وإنسان آخر معذب. إذا حان يعني إذا جاء وقت الحشر، هول الآخرة، لماذا الإنسان إذن يخاف أن هل أنني من أهل الجنة أو من أهل النار؟ إنه منعم في القبر، يعرف أنني سأكون من أهل الجنة، والرجل الآخر عذب في القبر وهو يعرف أنني من أهل النار، لماذا يخاف من وهلة الحشر يعني؟ أحسن، سأل سؤالا مهما. يعني هذا عذب في القبر يجب أن لا يخاف، يعني خلاص عرف أنه إلى جهنم، طبيعي، تمام. وهذا نعمة، فلماذا يخاف؟ خلاص نعمت، من باب أولى يوم القيامة سأدخل الجنة، لماذا أخاف؟ يا سيدي، رؤيا أن عمر ابن الخطاب كان يدعو كعب الأحبار ويسأله، يقول له عظمة. طبعا القرآن مليء بالمواعظ، لكن مواعظ بني إسرائيل كانت شديدة لأنهم كانوا قوما قساة. فكان كعب الأحبار يحفظها، فيقول له عظمة. فكان مما يقول له: والله يا عمر، لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لاستصغرت عملك من هول الموقف يوم القيامة. فانتبه، أنا سأقول لك شيء. إنسان عذب في قبره لا يعني أنه في جهنم، يبقى يمكن يقول في نفسه: أنا عذبت
عذبت في القبر على معاصي صغيرة حتى الله يخفف عني يوم القيامة. فلا يعني عذابه في القبر لا يعني أنه من أهل جهنم يوم، بالعكس قد يكون عنده أمل، قد يكون عنده أمل. لاحظ شيخنا، بل أنا أقول لك أكثر من ذلك، الذين يدخلون في جهنم ويعلمون أنه هم خالدون في جهنم يسألون الله عز وجل، وهذا يمر معكم في البلاغة، ماذا يقولون؟ هم يعلمون أنه لا أحد يشفع لهم. انظر يا أنت من أهل البلاغة وتعرف هذه الأمور، ومر معك لو قرأت كتب البلاغة وأنت قرأت، ما يقولون يا ليت لنا شفعاء فيشفعوا لنا، يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل؟ قال التمني المستحيل يستعمل له ليت، ولكن استعملت فيه هل، وهو للممكن وليس للمستحيل، لأن أهل جهنم من شدة العذاب يتمنون أن يكون إخراجهم من جهنم ممكنا، فاستعملوا الحرف الذي يستعمل للإمكان وليس للاستحالة. فهل إلى خروج من سبيل؟ لماذا لم يستعمل يا ليتنا نخرج؟ ما قالوا يا ليتنا نخرج، مع أنهم يعلمون ذبح الموت وأنتم خالدون فيها ولا أبالي وأنتم خالدون، علموا، لكن من شدة العذاب الإنسان عنده أمل، شيء هو في حالة. فسيدي لو عذب في القبر عنده أمل ألا يعذب، فيبقى على خوف ورجاء. والذي نعم لا يأمن مكر الله، إذا كان الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، الأنبياء يقولون نفسي نفسي لا يأمنون مكر الله، فهذا أمر طبيعي. ثم ماذا تظن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو أن لي ما على الأرض لافتديت به من هول المطلع على الله، وهو سيدنا عمر المبشر بالجنة. يعني الله عز وجل سماه الفزع الأكبر، الله يقول الفزع الأكبر، فالإنسان لو جاء إلى ذلك اليوم بعمل يزدري عمله يشعر أنه ليس له، فأمر طبيعي أن يخاف. ومن شدة جهنم لو عذب في القبر يكون عنده أمل، فطالما الإنسان بين هذا الخوف والأمل لا بد أن يكون الخروج إلى الآخرة من أجل أخذ النتيجة سيكون أمرا صعبا جدا هائلا. يا شيخنا أنت تذهب أحيانا قدمت لوظيفة، هل قبلت أم لم تقبل؟ تذهب ونفسك مضطربة. قدمت امتحانا تذهب تريد تعلم هل نجحت، تكون نفسك مضطربة، وهذا لا يؤثر لا عذاب ولا. طيب من باب أولى، إنسان اتهم عند القاضي، تذهب إلى المحكمة، هل سيحكم عليك بالسجن سنة أو براءة؟ كيف تكون حالتك في هذه الساعة؟ مع أنه سجن ساعة، فكيف الناس يأتون إلى يوم القيامة وبعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير؟ كيف لا يكونون مصير شيء مخيف؟ نعم حفظكم الله وبارك فيكم. هذا ساعة ونصف تقريبا، هل بقي سؤال؟ بقي شيء؟ اسأل يلا ثلاث دقائق فقط. كل الناس مولود على فطرة الإسلام، نعم. مات ولد الكفار هل دخل الجنة أم لا؟
شيخنا قول الجمهور أنه يدخل الجنة. يوجد خلاف، نعم يوجد خلاف بسبب الأحاديث الواردة. جاءت أحاديث صحيحة أنهم يمتحنون يوم القيامة، وجاءت أحاديث النبي يقول الله أعلم ما كانوا عاملين، ولذلك أبو حنيفة توقف فيهم ما قال شيئا، توقف. لكن العلماء لما أخذوا بعمومات النصوص، والأصل أن الله عز وجل بدون عقل لا يكلف، فهذا الصغير الذي مات حكمه حكم المجنون إذا مات قبل أن، فالله عز وجل لا يحاسب. ولذلك ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما في الرؤيا جاءه أتاه آتيان وذهب ورأى مما رأى في الجنة من إبراهيم ومعه أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا، فالله تعالى أعلم أن هؤلاء في الجنة، هؤلاء في الجنة لأنهم ماتوا بدون أن تكون عندهم شروط التكليف. والمسألة خلافية، وهذا الأرجح، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.